مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير كيك بثلاث مكونات فقط. عنا 370 ملي حليب، 170 جرام شوكولا، و220 جرام شوفان. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شيء بدي اغلي الحليب على الغاز، بحركن شوي عشان الحليب ما يلزق. بس غلى الحليب بهيدا الشكل، هلا منطفي الغاز، بحط الشوكولا فوق الحليب. بسم الله. بتركن حوالي دقيقة بالحليب مع بعض ليسخن الشوكولا، بصير أسهل ليدوب. بعد دقيقة بحرك ليدوب الشوكولا. فيني كمان حطن مع الحليب على الغاز وحركن، كمان نفس الشي، ما في اي مشكلة، مهم يدوب الشوكولا معنا. بس داب الشوكولا بهيدا الشكل، هلا بدنا نحط الشوفان. بسم الله. كمان عنا قالب حطيت بأرضه ورقة زبدة ودهنت شوية على الجنب زبدة، كمان بنحط الخليط بقلب القالب. بسم الله. مدوا نفس المستوى. نزل شوي شوكولا من القالب. شو راح اعمل؟ راح احط نايلو تحت القالب عشان ما ينقط بالبراد. هيك ما بينقط بالبراد، انضف. هلا بحط القالب على جنب ليبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطه بالبراد أقل شي 4 ساعات. هيدا الكيك اللي عملته أنا وياكم بعد ما حطيته بالبراد 4 ساعات، لنشوف مع بعض كيف طلع. بسم الله. نشيل الغطاء. هذا الشكل. هلا نزينه مع بعض. احط انا بار الشوكولا على الوجه. اكيد التزيين حسب الرغبة. كمان
راح احط فريز على الوجه متقليج، بيعطي شكل حلو رائع. وعرق نعناع صغير بهيدي الطريقة. كمان راح احط شوية كاكاو بهيدا الشكل، بيعطي شكل حلو الكاكاو. لنشوف مع بعض كيف طلع. بسم الله. واو، هيدا الشكل النهائي، هيدا الشكل النهائي للكيك اللي عملته أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.